السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في كل مكان، مرحبا بكم في فيديو جديد. جيت باش نقدم لكم في هذا الفيديو 10 أفضل تطبيقات لشهر ديسمبر أو شهر دجنبر 2019. كنتمنى أنكم تدعموني بالضغط على زر لايك والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. أنا داير واحد الحملة ديال أنكم باش تساعدوني فيها تانتوما وتكونوا معايا في 40,000 مشترك. كنتمنى انكم توصلوا 40,000 مشترك في مدة وجيزة، وشكرا لكم جزيلا واحبكم كثيرا في الله. تابعوا الفيديو حتى النهاية. افضل تطبيقات اندرويد لشهر دجنبر 2019. التطبيق الاول زون لانشر، لمسة ذكية تعمل أعلى من أي تطبيق ليس لديك لإلغاء تثبيت المشغل الحالي. هذا واحد يعمل بجانب أي لانشر. المميزات لهذا التطبيق: تقنية انتقال وإيجاد واحدة تضمن أقصر وقت للعثور على أي تطبيق وتشغيله، يعني عندما تضغط على هذا الزر الجانبي الذي لا يظهر يعطيك كل شيء وكل تطبيق تريده هنا باختصار وبسرعة. قم بتشغيل أي تطبيق من أي مكان من خلال جهة خفية قابلة للتخصيص، ترتيب الاختصارات في المناطق التي يسهل الوصول إليها أو الفئات، إضافة تطبيقات أو اختصارات أو أزرار الإجراءات، تخصيص كل جانب من جوانب التطبيق من الألوان والخلفيات والرموز سهلة التعلم والاستخدام، استخدام الذاكرة الصغيرة ولا يكلف هاتفك الذكي. تطبيق جد رائع للوصول إلى جميع التطبيقات في أقصر وقت وبسرعة. التطبيق الثاني Reverse Image Search. يتيح لك هذا التطبيق البحث بالصور باستخدام تايناي وجوجل وياندكس وإنجنز بدلا من الكلمات الرئيسية. يعد البحث العكسي عن الصور أو Reverse Image Search مفيدا للتحقق من مصدر الصور. صور الواتساب والإنستغرام وجميع الصور الموجودة لديك في الهاتف يمكنك التحقق منها. لقطات الشاشة والميمات، استخدم مستخدمو تايندر والفيسبوك للبحث في صور الملفات الشخصية للتواريخ المحتملة الخاصة بهم بينما يستخدمها المسافرون للعثور على موقع الصورة. المميزات: البحث عن الصور باستخدام جوجل، البحث عن الصور مماثلة، البحث عن الصور باستخدام تاني والبحث عن الصور المماثلة أيضا، البحث عن الصور باستخدام ياندكس للبحث عن الصور المماثلة، والبحث عن طريق الصورة أو من صورة لصورة عن طريق النقر فوق زر معرض في التطبيق، البحث عن طريق الصورة أيضا للصورة باستخدام الكاميرا. ابحث عن المزيد من المعلومات ذات الصلة بواسطة جوجل وتايني وياندكس سيرش. مشاركة الصور إلى فيسبوك، تويتر، لاين، جوجل بلس وجوجل درايف، هانج أوت وواتساب والبريد الإلكتروني ورسائل وبلوتوث وبيكاسا وغيرها. محرر الصور ويقوم بحفظ لقطة للشاشة، خيار تصفية البحث الآمن في الإعدادات، وكل شيء موجود في هذا التطبيق الرائع. يعني الفكرة ديال هذا التطبيق بالدارجة هو أنه أي صورة عندك في الهاتف ديالك أو في الهاتف النقال ديالك في الهاتف الذكي بغيتي تلقى الأصل ديالها ولا تلقى بزاف ديال الصور اللي كيشبهوا لها، فهذا التطبيق نتاع Reverse Image Search هادي يقلب لك على الصورة المماثلة اللي عندك ولا المنتج اللي عندك ولا يعني أي حاجة عندك بغيتي تبحث عليها تشوفها واش كاينة في أرض الواقع على الويب سايتات مثل جوجل، ياندكس، تايناي وإنجنز. كيقوموا بالبحث على جميع هاد الموتور ديال ريشيرش أو على يعني كثير من التطبيقات الشهيرة لعرض الصورة التي تريد. التطبيق الثالث أوفر، تصميم وتحرير كل ما تحتاجه بسرعة ودون عناء. احصل على مزيد واستخدم القوالب والأدوات والآثار الملهمة لجعل علامتك التجارية ومشروعاتك الفنية الشخصية تتألق. العالم مع إبداعاتك، كل ما تحتاجه هو التطبيق والهاتف وإبهامك. اشترك في أكثر وستحصل على أكثر من 84,000 من الرسومات، أكثر من 350 من الخطوط، وأكثر من 700 قاعة
قالب أو قوالب قابلة للتخصيص، الوصول غير المحدود إلى أروع الصور، الأسهم حولها، محتوى تصميم جديد يضاف يوميا، إنشاء في لحظة، اختيار قالب أو البدء من نقطة الصفر. في كلتا الحالتين إنه نسيم جيد. تخصيصها وإضافة نص، اختار الصور والألوان والخطوط والأشكال والرسومات إلى غير ذلك. شارك كل هذا على الانستغرام، فيسبوك وبينترست والمزيد. صانع الشعار ومنشئ الفلاير أيضا لمساعدتك في بناء علامتك التجارية، أفضل أدوات التحرير وتصميم عالمك الذكي. التطبيق الرابع، ستوريز. أضف إلى صورك الحياة إجعالات تحرك وتنشئ أعمالا رقمية رائعة. بفضل تطبيق ستوريز ينشئ صورك بتطبيق تأثيرات الحركات. أنشئ قصص فيديو عن طريق تراكم مقاطع الفيديو على الصور الثابتة. يمكنك إنشاء فيديو متحرك من صورة ثابتة مدمجة في فيديو. حول صورك إلى صورة جيف متحركة، أنيميشن وعرض مزدوج للرسوم المتحركة. دمج الصور الثابتة ومقاطع الفيديو لإنشاء فقرات سينمائية جميلة. دمج الصور مع مقاطع الفيديو وتحركات الفيديو لإنشاء تأثيرات بصرية جميلة مثل فقرات السينما أو صور الجيف مزدوجة التعرض أو صور متحركة. هذا تطبيق عزيزي المشاهد يقوم بتحريك صورتك، يعني مثلا عندك صورة يوجد فيها ماء أو فيها غيوم، يمكنك تحريكها والصورة تبقى ثابتة، لكن الغيوم أو الماء يكون هو فقط الذي يتحرك. يعني تقوم بصنع الجيف أو الأنيميشن بصورة مذهلة عن طريق هذا التطبيق ستوريز. التطبيق الخامس، سونوري اي كرياسيون ميوزيك. رين تون ميكر هي أداة لإنتاج النغمات، تقدم ميزات مذهلة وتتيح لك التعامل مع نغمات الرنين وتخصيصها لهاتف الأندرويد. ليس عليك أن تكون مؤلفا أو فنانا، فمع أداة تحرير المسبقة يمكنك أن تفعل كل شيء على مراحل مع هذا التطبيق الذي يقوم بصنع الرنات. أدوات قوية والميزات لا تصدق في هذا الفيديو الرائع. النغمات الأكثر شعبية والأصوات، الإخطار وكل شيء، النوتيفيكيشنز والإشعارات تقوم بعملها على هذا التطبيق الرائع. أفضل تطبيق لإنشاء نغمات الرنين الآن لإشعارات التخصيص على هاتفك بأكثر نغمات الرنين شعبية واكتشاف التطبيق للاستمتاع بنغمات رائعة. التطبيق السادس، ريدلي. احصل على عدد غير محدود من المجلات التي يمكنك قراءتها مقابل رسم شهري صغير ثابت، اكثر من 4000 مجلة امريكية ودولية بما في ذلك الاصدارات السابقة. مشاركتها مع العائلة ميزة الرقابة الابوية، لا واي فاي ولا مشكلة. مجرد تحميل المجلات وقراءتها حاليا في اي مكان وفي اي وقت، لا تفوت اي مشكلة. سنذكرك عند توفر اصدارات جديدة من المجلات المفضلة لديك. بحث ذكي فريد، ابحث عن اي كلمة رئيسية او عنوان في هذا التطبيق او اي مجلة عالمية بالمجان. التطبيق السابع، روزيتا ستون. ابدأ في التحدث بلغة جديدة من اليوم الأول، جرب الدرس الأول مجانا. تطبيقنا يساعدك على تعلم لغتك الثانية كما تعلمت لأول مرة. حدثي وغامر وسيلة ممتعة وفعالة. تعلم اللغات التالية، الإسبانية، أمريكا اللاتينية أو الإسبانية الإنجليزية للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الصينية، الماندرين، العربية، الهولندية، الفلبينية، والتاغالوجية، اليونانية، العبرية، الهندية، الأيرلندية، واليابانية، والكورية، والفارسية أو العربية، والبولندية، والبرتغالية للبرازيل، وأيضا والروسية والسويدية والتركية والفيتنامية. يتيح لك تطبيق Learn Language أو روزيتا ستون تعلم لغة في أي وقت وفي أي مكان مع دروس غامرة تتبعها وفقا لسرعتك الخاصة التي تقدم مهارات جديدة عن طريق تحفيز قدرات التعلم الطبيعية للطلاب. لغات عقلك لأكثر من 20 عاما. يثق ملايين الأشخاص في هذا التطبيق بما في ذلك المدارس المهنية والشركات في أسلوب التدريس الحائز على جوائز كبيرة من شركة روزيتا ستون. التطبيق الثامن، بيتا فيش. بيت السمك أو الأكواريوم 3D
وهو Live Wallpaper مجانا إذا كنت تحب أسماك الزينة أو الألوان الجميلة. فهذه خلفية لك تحتوي على أسماك رائعة جدا في الأكواريوم والعديد من أنواع والأشكال والألوان والتفاصيل. تحتوي هذه الخلفية الرائعة والجذابة على العديد من الخيارات في الإصدار الكامل لتغيير الألوان والألوان والتفاصيل والأضواء والخلفية وكل شيء. تصبح السمكة لتلوين النقطة. إذا نقرت وحركت الأصبع على الشاشة فيمكنك حظر السمكة ويمكنك تتبعها خلفية الشاشة. هذه مخصصة للهواتف الذكية ولكنها تعمل على الأجهزة اللوحية فهي رائعة جدا خصوصا على شاشات الأموليد أو الأوليد. التطبيق التاسع Pigs to Words. هل تحب ألعاب الكلمات؟ في هذه الحالة فإن لعبة الكلمات المختلطة الكلاسيكية ذات الرسومات المحدثة هي التطبيق المصمم لك. يتم إنشاء شبكات فردية جديدة في 8 مستويات مختلفة من الصعوبة. هذه اللعبة ليست مخصصة للشباب فقط بل للبالغين أيضا بفضل مستوياتها المختلفة من الصعوبة وسهولة استخدامها. أكثر من 250 صورة مخفية في الشبكة. التطبيق العاشر أو اللعبة العاشرة والأخيرة واللعبة الممتعة Renegade Racing. هي لعبة سباق متعددة اللاعبين مليئة بالأدرينالين. تحقيق الألعاب البهلوانية المثيرة للإعجاب للفوز بالتوربو وتشغيل النصر. اكتشف العوالم التي تنعكس فيها الجاذبية والسيارات المجنونة لفتحها وشكا من القوة الاستثنائية والإثارة. المشاركة في سباقات من 1 إلى 5 وضع متعددة اللاعبين وتسلق مستويات مختلفة على الساحة. يمكنك كل مستوى غير مؤمن من الوصول إلى مستويات جديدة من كهوف رصيف سلمية تملأ كهوف الجليد الفخاخ عبر جزيرة الشيطان المرعبة مع توفر عوالم جديدة قريبا ودائما في هذا التطبيق في هذه اللعبة. أتمنى أعزائي الكرام أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دعمي بالضغط على زر لايك والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. أحبكم في الله. دمتم في رعاية الله أعزائي الكرام. مع السلامة.